شكرا السيدة الرئيسة. سيد الوزير، بمناسبة الامتحانات البكالوريا نتمن أولا المجهودات التي بذلتموها لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام، ومن خلالكم نشكر سائر الأطر التربوية والإدارية وكذا السلطات العموم المحلية التي تعبأت لإنجاح هذه المحطة. سيد الوزير، نشرت بعض الصحف وسائل الإعلام مجموعة من الاعتداءات التي تعرضها السادة والسيدات الأساتذة أثناء الحراسة. نريد منكم اليوم أن تنوروا هذه المؤسسة المحترمة والرأي ومن خلالها الرأي الوطني بحجم هذه الدائرة، وما هي الإجراءات التي اتخذتموها وستتخذونها لتوفير الظروف الآمنة للسيدات والسادة نساء ورجال التعليم للقيام بالحراسة في ظروف آمنة وجيدة، وشكراً.